وللمزيد معنا من بيروت السيد رودي شوشاني الخبير في العملات الرقمية. أهلا بك سيد رودي. سيد رودي، بداية لو سمحت إذا فيك تشرح لنا كيف يعني إمكانية نفاذ البيتكوين؟ مساء الخير. أول شيء، نفاذ البيتكوين اليوم وقت ساتوشي ناكاموتو الشخص اللي يدعى أنه هو عمل هالشبكة حط بالخوارزميات والبرامج أنه لازم هي كل 4 سنين تعمل إعادة تقسيم تبعها للشبكة. فإذا بنحسب هيدي الإعادة التقسيم كل 4 سنين نوصل لمحل ل 21 مليون بيتكوين، اخر شيء بتطلع بسنه 2140، ممكن يكون اقل لانه على الشبكه عم نطلع بدل ما تكون تقريبا 4 سنين عم تكون 3 سنين و9 اشهر. فهيدا بيعني انه في محل رح يوصل المكافاه تبع البيتكوين للمعدنين رح تكون مش موجوده بقى، بس طبعا عم نحكي تقريبا بعد شيء 100 سنه اما يمكن اقل شوي. طيب كيف لك أنه يمكن النظر إلى مستقبل العملات المشفرة؟ وهون مثل ما سؤالك جيد جدا، الطريقة اليوم اللي عم يمشوا فيها هن المكافأة لا يقدروا يحصلوا على البيتكوين. بس إذا بنطلع بغير شبكات اللي هي كانت إيثيريوم، أما بنطلع على كاردانا وغيرها، والإيثيريوم اليوم مثلا عم تبرم من موضوع أنه هي proof of تقدر تعدن على هالأساس تتنتقل للproof of stake، أما الملكية تبعهم، وتخفف كمان استخدام الطاقة ويطلع لها المكافأة تبعها على كل عملية عم بتصير مش على كل إيثيريوم أما بيتكوين وغيره. فهون طبعا رح يكون المعدنين مش مبسوطين لأنه ممكن ياخدوا من هون ومن هون هلأ اليوم بالوضع الحالي، بس بعدين رح تصير حصريا على القيمة والتحفيزات والمكافآت بس من العمليات اللي بدها تصير. ما رح ينبسطوا. هلا هون في كونسورتيوم طويل عريض ورا البيتكوين، هل هن كمان بيقرروا شو رح يصير؟ في عنا وقت كتير كبير بعد تنقدر نحن نشوف شو المستقبل، وهل يا ترى رح يقرروا على تعديل هالطريقة، هل يا ترى رح يكبروا كمية البيتكوين؟ لحديت هلا هي كتير محدودة ورح تضلها محدودة، وهيدا الادفانتج تبعها عبر كل العملات المشفرة الثانية هي عم بتكون محدودة عكس غيرها عم بيكونوا مفتوحين وبضلوا يطبعوا مثل العملات الدولار وغيره، بضلوا يطبعوا يطبعوا يطبعوا، آخر شيء بيصير في عندك انفليشن. هون لا، عم بتكون دائما محدودة على هالأساس سعرها مفروض يطلع، الانفليشن بده يكون بسعرها مش بالانفليشن العادي اللي نحن بنشهده بالإيكونومكس العادية. نعم. طب سيد رودي، يعني الحديث بطول حول التنقيب عن العملات المشفرة، ولكن إذا سمحت فيك تشرح لنا بطريقة مبسطة يعني كيف يتم ذلك؟ ما هي الطريقة اللي بتم فيها التنقيب عن العملات؟ 100%. اليوم هلا هو منه شيء كتير سهل، بس ممكن كل واحد منا بشوية خبرة يكون عنده إياها في شارك بهالتعدين. بدك تشتري مكنة مخصصة لهيدا، أفضل شيء اليوم تدفعي حقها. من بعد ما تدفعي حقها بدك تشبكيها على بول، أما على جروب لعالم اللي هن كمان عم بيشاركوا بالتعدين، تتقدري أنت تنجي وتقدري تكوني قوية ضمن هالمجموعة. لوحدك بتكون صعبة، يما أنت بدك تعملي ألوف وألوف من الحاسوبات أما الكمبيوتر تتقدري تنجي. فوقت نجتمع كذا ألف واحد عم نحاول نحن نحل نحن ماثيماتيكال فورمولا اما خوارزميات تنقدر نوصل للنتيجه تبعها، وعلى اساس هيدي النتيجه وقت نحن نحلها ونسكر البلوك، لانه نحن عم نحكي سلسله، وكل ما نسكر بلوك نحن رح يطلع لنا مكافاه اللي هي حسب شو الايام نحن تبعنا. اليوم عم بيطلع لنا 6، بعد 4 سنين اما 2 رح يطلع لنا 4 وغيره 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 وغيره. فنحن وقت نشارك بهيدا ونحط نحن السيرفر تبعنا مع على الانترنت ويشارك فيها ويشارك بالبول ونحط الوالت ادرس تبعنا تنقدر نحن ناخذ المكافاه، بنكون نحن عم نشارك بهالشبكه، بنكون عم نشارك بالتصويت، بنكون عم نشارك بتحفيز البيانات وتصديق البيانات ضمن السلسله الشبكيه الموجوده على الانترنت، وعلى اساسها بنكون نحن كمان عم نعمل اموال وارباح. نعم، الخبير في العملات الرقميه السيد رودي شوشاني، شكرا جزيلا لك.